عشان بس يعني ده يدي دفعه للناس والناس تفرح. كل اللي انتوا اللي مشتركين 28,000 اللي موجودين دول هيبقوا فرحانين قوي لو الفيلم ده اخد جايزه حقيقه. يعني هو الفيلم يعني برضه هو يعني هو حاجه من ضمن الحاجات ان احنا بتثبت ان احنا طموحنا لا يتوقف. يعني احنا بدانا فكره طبعا استاذه دعاء صديقه يعني صديقه عمر لما جت وقالت لي الفكره وانا هعمل جروب ونلم فيه نفسنا ونرجع ونستعيد صحابنا وذكرياتنا والرهابات بتوعنا وكده. والموضوع يعني الحمد لله قفز مننا قفزات عاليه وتوسعنا واتطورنا واسسنا اللجان وعملنا حاجات كتير وربنا بيوفقنا دايما في افكار وبيجيب لنا ناس الحمد لله يعني بنكبر وده نجاح يعني الحمد لله. أنا عندي سؤال فضولي جدا. انتوا 28,000 ما شاء الله، ستات اكتر ولا رجاله؟ ستات طبعا. لا بس هو لا هو ده اللي كنت عايز اسمعه، ان مدارس الراهبات في اسكندريه الستات أكتر. يعني البنات أكتر. اكتر من مدارس الولاد. مدارس البنات اكتر طبعا عشان بس الرجاله ما يزعلوش مننا. لا 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 هم برضو فاعلين اكتف جدا وبنعتمد عليهم الحقيقه في حاجات كتير. هم لا نحييهم طبعا اكيد. رجال الاعمال بقى شغالين بقى ورجال اعمال وحاجات كده وبيدفعوا. بيدفعوا طبعا طبعا ما يقدروش ما يدفعوش. هو من ضمن الحاجات الثقافيه ان احنا كمان بنكتشف المواهب اللي موجوده في المدارس دي وبنشتغل عليها وبننميها. فاحنا عندنا فرقه موسيقيه وكورال اسمه اسفا باند. ابتدت فكره صغيره للبنات اللي عندهم مواهب والولاد، ودلوقتي هي الفرقه حوالي 20 عازف ومطرب ما شاء الله ومطربه، وهم في كليات خريجي مدارس راهبات ورهبان في كليات، وفي جزء صغير لسه في ثانويه عامه او كده. هو السنه اللي فاتت عملنا معلش انا اسفه ان انا اتفضلي. عارفة ان الشركه المتحده اللي احنا بنشتغل كلنا فيها عامله مسابقات في الفتره الاخيره دي عشان اكتشاف المواهب؟ لازم تدخلوا في كونتاكت مع، لازم تدخلوا في حوار معاهم لانه ممكن تقدموا لهم اوريدي انتوا دربتوهم وبقوا مجهزين، يبقى تدعيم بقى وهي هتحطكم على كل القنوات بتاعتها والقنوات بتاعتها كلها ايش سي بي سي وحياه ومش عارفه اون ومش حاجات كتيره حلوه كده. فيا ريت تدخلوا معاهم في كونتاكت وده يعضدكم كمان ده يكبركم. يا ريت. عملنا حفله في ساقيه الصاوي سبتمبر اللي فات وعملنا في الاوبرا ومكتبه اسكندريه والقنصليه خلاص ما فاضلكوش غير الاتصال بالمسؤولين في المتحده يعملوا معاكم ايه.